السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل على الدرس الرابع الصف السادس الابتدائي من كتاب الأضواء صفحة 27 و28. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. اشترى مالك علبة فاكهة بها 8 ثمرات، فإذا أكل منها 3 على 8 من العلبة فإن عدد الثمرات المتبقية. كلمة عدد الثمرات المتبقية يعني مسألة طرح عندي، بس قبل ما نطرح هو بيقول لي العلبة كلها فيها 8 ثمرات، العلبة كلها فيها 8 ثمرات وأكل منها 3 على 8، فأنا عايزة أعرف الجزء اللي أكله وبعد كده نطرح من العلبة كلها. أنا عندي هنا هاخد 8 اللي هي العلبة، علبة الفاكهة كاملة، هضربها في 3 على 8، هنشيل 8 مع 8، دي بسط ودي مقام، هيتبقى لي منها 3. طب الطرح بقى المتبقي، انا عندي العلبه كلها 8، هطرح منها 3 هتساوي 5، يبقى الاختيار رقم ا. السؤال اللي بعده عندي هنا، ربع زائد 3 على 8 باستخدام ميم ميم ألف للمقامات. أنا عندي هنا المقامات مش متوحدة، علشان أجمع أو أطرح لازم المقامات تبقى متوحدة. علشان أوحد المقام أول حاجة ببص المقام الصغير، عندي 4 وهنا 8، هل الأربعة توصل للتمانية؟ طيب أوصل الأربعة للتمانية إزاي؟ في حاجة أضربها في 4 تديني 8، أو لو ضربت الأربعة في 2 هتديني 8. زي ما أضرب في المقام أضرب في البسط، زي ما أضرب في المقام أضرب في البسط، 2 في 4 ب 8 و الواحد في 2 ب2، يبقى الكسر ده بقى عندي ادي 3 على 8 زي ما هي، المقام بقى 8 ضربت في 2 اضرب فوق في 2، 1 في 2 ب2. وبعد كده بجمع المقامات كده بقت واحده، باخد منها 8 واحده بس، مقامات واحده باخد 8 واحده وبجمع البسط، 2 و3 هيديني 5، يبقى 5 على 8 اختيار رقم ج. ونشوف السؤال رقم 3، عندي المضاعف المشترك، المضاعف المشترك الأصغر عددين 12 و18، هنفك ال 12 وهنفك ال 18، عايز المضاعف المشترك الأصغر يعني عايز ميم ميم ألف. هناخد ال 18، أول حاجة ال 12 3 في 4، ال 3 دي عدد أولي لكن ال 4 عدد غير أولي، بفك ال 4 2 في 2. طب ال 18 3 في 6، ال 3 أولي وال 6 مش أولي، بفك ال 6 2 في 3. طبعا في المضاعف بنزل كل الأعداد المشتركة فوق، باخد واحدة، هنا مشترك 2 برضو باخد واحدة، هنا مفيش مشترك بنزله، هنا مفيش مشترك بنزله، وبعد كده بضرب كله مع بعض، 2 في 3 ب 6 و 2 في 3 ب 6، 6 في 6 بتديني 36. شوف السؤال اللي بعده، هنا نص ناقص تلت باستخدام ميم ميم ألف. أنا عندي المقامات مش متوحدة، وأول حاجة عندي المقام هنا 2 مينفعش أوصله للتلاتة، طب أعمل إيه؟ أضربهم في بعض، أضرب المقامات في بعضها، هضرب الاتنين في 3 ب 6 يعني أنا هوحد على الست، هوحد المقامات على الست، حاجة من الاتنين، يا تعمل المقص يا تشوف الاتنين اتضربت في ايه واضرب في البسط، يعني انا ضربت هنا في 3 هضرب فوق في 3، الواحد في 3 هيديني 3، ضربت هنا في 2 اضرب في البسط في 2، الواحد في 2 ب2. طيب عايز اعمل مقص، اقول الواحد في 2 ب2 والواحد في 3 ب3، كده المقامات بقت واحدة، باخد منها 6 واحدة وبطرح البسط، 3 ناقص 2 تديني ايه؟ تديني 1، يبقى الاجابة 6. ونشوف السؤال رقم 2، اكمل ما يأتي. عندي هنا برضو 7 على 12 زائد 1 على 4، المقامات مش متوحدة، هل الأربعة توصل لل 12؟ في حاجة أضربها في 4 تديني 12، أيوة عندي حاجة أضربها في 4 تديني 12، أضرب في 3، أضرب في 3 فوق و 3 تحت، 7 على 12 زي ما هي هو جاهز، مقام جاهز، هنا 3 في 4 ب 12 كده أنا وحدت على 12، ضربت في 3 في المقام أضرب في 3 في البسط، مقامات واحدة باخد منها واحدة بس، 3 و7 يديني 10، يبقى عندي العدد 10 على 12. طبعا 10 على 12 مهوش في أبسط صورة، ليه؟ لأن ده عدد زوجي وده عدد زوجي، علشان أبسطه هقسم فوق على 2 وهقسم تحت على ال 2، 10 على 2 هتديني 5، 12 على 2 تديني 6، يبقى الإجابة عندي 5 على 6. ونشوف السؤال اللي بعده، أنا عندي هنا المقامات برضو مش واحدة، لازم علشان أطرح هوحد المقامات، هوحد المقامات على إيه؟ مفيش حاجة أضربها في 3 تديني 11، أضربهم في بعض، 3 في 11 ب 33، يبقى أنا هوحد على 33. هنا هنضرب 3 في 8 ب 24 والواحد في 11 ب 11، هاخد مقام واحد بس 33 وبطرح البسط، 4 ناقص 1 هيديني 3 و2 ناقص 1 هيديني 1، بقى عندي الرقم كام؟ 13 على 33. مفيش طبعا له تبسيط لان ده عدد فردي، مفيش بينهم مشترك. المضاعف المشترك الاصغر لعددين 70 و60، المضاعف هفك ال70 وهفك ال60. طيب دي طويله شويه نحلها بره، ادي ال70، ادي السبعين،
السبعين 7 في 10، السبعة ده أولي لكن العشرة مش أولي، هفك العشرة 2 في 5، يبقى السبعين 7 في 10، السبعة أولي والعشرة مش أولي بفكها. طيب عندي الستين 5 في 12، أدي الخمسة. طب والاتناشر، الاتناشر مش أولي، بفك الاتناشر. إيه في إيه بديني اتناشر؟ التلاتة في أربعة، عندي التلاتة أولي والأربعة برضو مش أولي، هفك الأربعة 2 في 2، 2 في 2، هو عايز المضاعف، بنزل كل الأعداد، هاخد السبعة هنا 2 باخدها، هنا 5 باخد واحدة، هنا 3 بنزلها، هنا 2 بنزلها وببدأ أضرب. هنا 2 في 3 ب6، ال2 في 6، هنا 2 في 3 ب6، هنا 6 في 7 ب42، 42 في 10، 42 في 10 ب420. ونشوف السؤال اللي بعده. مع عماد وأخيه علبتان من الفاكهة بكل منها 8 قطع متماثلة، استخدم كل منها بعض القطع من علبته، فتبقى من علبة عماد ما يمثل 3 على 8 من العلبة، وتبقى من علبة أخي ما يمثل 6 على 8 من العلبة، عايز عدد العبوات المتبقية. تعال نشوف. أنا عندي عماد وأخوه، يعني عندي 2 شخصين، أدي عماد وأدي أخوه. عماد وأخي علبتان من الفاكهة، معهم كم علبة؟ معهم علبتين 2 من الفاكهة، كل منها 8 قطع، يعني أنا عندي هنا 8 قطع وهنا 8 قطع متماثلة، استخدم كل منهما بعض القطع من علبته، كل واحد استخدم منهم شوية، فتبقى من علبة عماد، ده عماد وده أخوه، تبقى من علبة عماد ما يمثل 3 على 8، يعني هما كانوا 8 اتبقى منها 3 على 8، وتبقى من علبة أخي 6 على 8. عايز عدد العبوات الكاملة من الفاكهة المتبقية، يعني عايز المتبقي كله. طبعا هجمع هنا المقامات اصلا واحدة، وهجمع الستة مع التلاتة، خلاص يبقى انا هجمع المتبقي كله، الاعداد المتبقية عند المقامات واحدة، هاخد منها واحدة، ادي كده المقام 8 زائد المقام 8، هنا 6 وهنا 3 هيديني المقامات واحدة، باخد 8 واحدة، 6 و3 هيديني 9. طبعا المقامات هنا متوحدة جاهزة، عشان كده حلينا على طول، 9 على 8 كسر غير اعتيادي، البسط أكبر من المقام، لازم أخليه كسر اعتيادي، هنزل بالتسعة دي لحد 8 على 8، 8 على 8 بتديني 1 صحيح، 1 على 8، 8 بتديني 1 صحيح، 1 على 8، يبقى ده الكسر اللي أنا محتاجاه، 1 و1 على 8. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 5، إذا كان لديك علبة من ثمار التمر وتريد أن تعطي صديقك نص العلبة، عندك علبة كاملة من ثمار وعايز تديله نص العلبة، فإن الكسر الذي يعبر عن الكمية المتبقية؟ أنا عندي العلبة كاملة يعني 1 صحيح، عايز تديله نصها، نطرح الواحد ده هفكه ب2 على 2، ليه 2 على 2؟ الواحد الصحيح بيساوي المقام الكسر اللي عندك، الواحد الصحيح بيساوي المقام الكسر، يعني هفك الكسر ده ب2 على 2، هاخد مقام 1 2 وبطرح 2 ناقص 1 هيديني 1، يبقى الكسر عندي بنص. ونشوف السؤال رقم 6، هنا المقامات مش واحدة، بوحد المقامات، هنا 5 وهنا 8، هوحد على ال40، تعال نوحد على ال40، 5 في 8 ب40، ادي 40 زائد هنا مقام 40، ونوحد. اول حاجة هناخد الواحد في 8 ب8 والواحد في 5 ب5، باخد 40 منهم واحدة وبجمع البسط، 5 و8 يديني 13، يبقى الكسر عندي 13 على 40، طبعا ملوش تبسيط، اكتبه زي ما هو 13 على 40. شوف السؤال اللي بعده، برضو المقامات مش واحدة، هنا 6 وهنا 10، مقامات مش واحدة، هوحد المقامات. طيب ممكن ناخد ميم ميم ألف للعشرة والستة، يعني ناخد العشرة أقوله العشرة دي 2 في 5 والستة دي 2 في 3، باخد المشترك فوق وتحت، ادي 2 وبنزل 5 وبنزل 3، ال2 في 5 ب10، ال3 في 10 ب30، ممكن نوحد الكسر ده على 30 عشان ما نرجعش نبسط كتير، هنوحد على 30 اسهل، ادي 30 وادي 30. اول حاجه عندي ال10 اتضربت في ايه بقى 30؟ ال10 اتضربت في 3، اضرب فوق في 3، 3 في 7 ب21،
هنا 6 اتضربت في ايه بقى؟ 30 اتضربت في 5، اضرب فوق في 5، الخمسة في 5 ب25. مقام واحد اخد منه 30 واحدة واجمع البسط، 2 و5 يديني 7، 2 و1 يديني 3، كده بقت 37 على 30. طبعا كسر غير اعتيادي. كسر غير اعتيادي يعني ايه؟ يعني البسط كبير والمقام صغير. 30 على 30 هتديني 1. 30 على 30 لو نزلت لل 30 على 30 هتديني 1، وبقى 7 على 30. نرجع نبسط. احنا هنا ضربنا في 3، 3 في 7 ب21، وضربنا هنا في 5، 5 في 5 ب25، دي 21. 21 نجمع بقى تاني، الواحد وخمسة يديني 6، 2 و2 يديني 4. ده بقى عدد زوجي وده عدد زوجي، هعوز ابسطه. ادي 46 على 30، ده زوجي وده زوجي، نقسم على الاتنين فوق وتحت، هقسم على الاتنين هتديني 15، هنا هتديني 23. 23 كسر كبير برضو، عايزه ابسطه اعمله عدد صحيح وكسر. هاخد 15 على 15 يديني 1، وبقى معايا من 23 يديني 8 على 15، يبقى عندي 1 و8 على 15. ونشوف السؤال اللي بعده. عندي 9 توصل لل 12، مفيش حاجه اضربها في 9 تديني 12. طيب هنوحد على ايه؟ ممكن ناخد ال 12 ونفكها، 3 في 4 وال 9 3 في 3. بنزل كل الاعداد، هنزل التلاتة وهنزل الاتنين وهنزل اتنين وهنزل التلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة، الاربعة في تسعة بستة وتلاتين، ممكن اوحد على الستة وتلاتين. هنا ممكن نرفع الكسر برضو، الواحد في اتناشر باتناشر، اتناشر واحد يديني تلاتاشر، تلاتاشر على اتناشر ناقص خمسة على تسعة، ونبدأ نوحد على الستة وتلاتين. ادي 36 في المقام وادي 36 في المقام. هنا ضربنا ال 12 في ايه؟ بقت 36 التلاتة، هضرب فوق في 3، 3 في 3 اديني 9، الواحد في 3 ب3. هنا ضربنا في 4، 4 في 9 ب36، اضرب فوق في 4، 4 في 5 اديني 20. هنا المقامات واحدة، باخد منها 36 واحدة بس، وبطرح 9 نقص 0 هي نفسها، 3 نقص 2 هتديني 1، بقى الناتج عندي 19 على 36. ونشوف السؤال اللي بعده. اوجد ناتج ما يلي مستخدما المضاعف المشترك للمقامات. هنا التلاتة توصل للتسعة، هضرب في تلاتة وهضرب فوق في تلاتة، هجمع الاعداد مع بعضها، الاتنين وواحد هيديني تلاتة، المقام تسعة باخد واحدة. هنا ضربت الواحد في تلاتة بتلاتة، هنا تلاتة وسبعة يديني 10، بقى عندي الكسر تلاتة صحيح وكام؟ تلاتة صحيح وعشرة على تسعة. كسر هنا برضو كسر غير اعتيادي، كسر كبير، البسط اكبر من المقام، طبعا لازم احوله لكسر ايه؟ اعتيادي. هنزل بالعشرة دي لحد التسعة، تسعة تسعة تديني واحد صحيح، ومعايا هنا 4، معايا هنا 3 تبقى 4، ادي المقام 9 زي ما هو. نزلنا من العشرة لحد التسعة، اتبقالي منها 1. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا المقامات مش واحدة، هوحد المقامات على العشرة، ادي 7 على 10 زي ما هي، وادي هنا هخلي المقام ده 10، هضرب في ايه تديني 10؟ هضرب في 2، 2 في 2 تديني 4، هاخد مقام واحد 10، 7 ناقص 4 تديني 3 على 10. شوف السؤال اللي بعده. المقامات هنا برضو مش واحدة، هنا 4 هوحد على 8، الأربعة توصل للتمانية هوحد على 8، هنا 5 هتفضل زي ما هي، الخمسة والسبعة على 8، والتلاتة زي ما هي، هو خلي المقام ده 8 اضرب في 2، 2 في 3 تديني 6. نبدأ نطرح، 5 ناقص 3 تديني 2، المقامات 8 باخد واحدة، 7 ناقص 6 تديني 1. نشوف السؤال اللي بعده. هنا واحد واتنين على تلاتة، والمقام هوحد على الست، اتنين في تلاتة بستة، يبقى انا هوحد على الست. تعالى نرفع الكسر، الواحد في تلاتة بتلاتة، واتنين خمسة على التلاتة زائد نص، هوحد على الستة، اضرب المقامات في بعضها، ادي مقام ستة وادي مقام ستة، نعمل مقص، اتنين في خمسة بعشرة، والواحد في تلاتة بتلاتة، ادي 10 وادي الواحد في 3 ب3، مقامات كسر واحد باخد واحد، 3 و10 تديني 13، 13 على الستة ده كسر كبير، لازم ايه؟ ابسطه. 13 على الستة لازم ابسطه. هنزل بال 12، 12 على الستة تديني 2، وبقى معايا من ال 13 انا نزلت 12، هيبقى معايا ايه؟ 1. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال 4، اقرأ ثم أجب. إذا كان لدى محمود، عندي مع محمود
لدى محمد وأربعة من أصدقاء، عندي محمد وعندي كمان أربعة من أصدقاء، يبقى محمد ومعاه أربعة من أصدقاء، خمس عبوات بكل منها أربع ثمرات متماثلة من فاكهة الخوخ، أخذ كل منهم عدد من الثمرات لصنع عصير. كان محمد ومعاها أربعة من أصدقاء، معاهم خمس عبوات، كل فيها كل واحدة علبة منها فيها أربع ثمرات، وكانت الأجزاء المتبقية من كل عبوة الكسور اللي عندي. طب هو عايز إيه؟ إذا كنت تريد إعادة تعبئة الأجزاء المتبقية من الفاكهة لتحضير عبوة كاملة، عايزين نكمل العبوات، عايز العدد الكسر. طبعا هجمع كل الأرقام اللي عندي ديت، اللي هي 3 على 4 زائد 2 على 4 زائد 1 على 4 زائد 3 على 4 زائد 2 على 4، والحمد لله المقامات كده كده واحدة، المقامات عندي واحدة، هاخد 4 واحدة وهجمع البسط، 2 و3 5 هنا 6، 6 و3 9، 9 و2 11، بقى عندي الكسر 11 على 4، 11 على 4 عايزة تتبسط كسر غير حقيقي، هنزل بالحداشر العدد يقبل الاسم على 4، هنزل لحد 8، 8 على 4 تديني 2، والمقام زي ما هو بقى معايا 3، يبقى 2 و3 على 4 عبو. ونشوف السؤال اللي بعده، إذا كان لديك 4 عبوات بكل منها 8 ثمرات، عندي 4 عبوات، أدي عبوة 2 3 4، كل عبوة فيها 8 ثمرات، كل عبوة فيها 8 ثمرات متماثلة من فاكهة الموز، واستخدمت من كل عبوة جزء، وكانت الأجزاء المتبقية الباقي معايا من 8، 1 ساب 7 5 2 3، فما هو كسر العدد الكسري يمثل عدد العبوات الكاملة المستخدمة؟ طبعا هنجمع دول الأول وبعد كده أطرح، هجمع المقامات واحدة باخد 8 واحدة، وبجمع بقى هنا 2 و3 5 5 و5 10، 10 و7 17 على 8، يبقى دي الأجزاء اللي موجودة عندي، مجموع الأجزاء المتبقية. هو عايز بقى ايه؟ العدد الكسري يمثل عدد العبوات الكاملة، عايز يكملها. طبعا ده كسر برضو غير حقيقي، تعالى نحوله، هقسم على انزل ب 17 لحد 16 على 8 هتديني 2 و8. انا عندي كام عبوة؟ عندي 4 عبوات، الاربع عبوات هطرحهم من الاتنين وتم، هننزل بالاربعة على 8، الاربعة عدد صحيح، هفكها عدد وكسر، هاخد من الاربعة واحد يتبقى لي 3، والكسر اللي انا خدته هاخده من المقام اللي تحت اللي هو 8 على 8 ناقص 1 على 8، ونبدأ نطرح، 3 ناقص 2 تديني 1، المقامات واحدة باخد واحدة، 8 ناقص 1 تديني 7، يبقى 1 و7 على 8. ونشوف السؤال رقم 3، إذا كان لديك عبوة من فاكهة الأناناس تحتوي على 12 ثمرة، عندي عبوة من فاكهة الأناناس، عبوة واحدة فيها 12 ثمرة، وتناولت ثمرتين، أدي 12 ثمرة العبوة، أدي كده 4 5 6 وزيهم تحت 6، أدي كده 12 ثمر، تناولت ثمرتين كان 2، وتريد أن تعطي صديقك نص العبوة، عايز نديله نص العبوة، هما كلهم كام؟ 12 ثمرة، لما اديله النص يعني هقسمهم على الاتنين، يبقى هو هياخد 6، يبقى عدد الثمرات التي يجب عليك إعطائها لصديقك 6 ايه؟ ثمرات. طيب تعال نشوف هو عايز ايه كمان، بعد إعطاء صديقك نصيبه ما الكسر يعتادي مثل المتبقي، عايز الباقي، أنا دلوقتي اديت له 6 ثمرات، يبقى البقى معايا كام؟ هما كلهم 12، خدنا 6 وكان معانا 2 كلناهم، اتبقى معايا 4، اتبقى معايا 4 من ال 12. طب الاربعة كسر ايه؟ كسر عدد زوجي، عايز ابسطه اقسم على الاربعة، 4 على 4 تديني 1، 12 على 4 تديني 3. ونشوف السؤال اللي بعده، فكر اخر حاجة عندنا في الصفحة، كون كسر اعتيادي خاص بك في صورة C على D و A على B، يعني مهم الشكل بعض، المقامات مش واحدة، دي B و D و D D، أوجد قيمة المجموعة مع مراعاة ما يلي، تمثل قيم A و B و C أعداد مختلفة بين الاتنين والاتناشر، عايزة عدد بين الاتنين والاتناشر، يعني ما زدتش عن الاتناشر، بحيث تكون قيمة كل كسر اعتيادي أقل من النص، عايز عدد أقل من النص. طيب تعالى نشوف عدد أقل من النص، ممكن ناخد مثلا مقام 7، مقام 8 ومقام 7، مفيش مشكلة، عندي هنا مقام عايزة نص الأربعة، نص المقام عندي 4،
يعني لو هو 4 على 8 بنص، انا مش عايزة النص، انا عايزة حاجة اقل من نص هاخد التلاتة، هنا اقل من نص هاخد برضو التلاتة، هوحد المقامات على 7 في 8 ب56، هوحد على 56، نعمل المقاس 3 في 7 ب21 و3 في 8 ب24، اخد مقام منهم واحد بس واجمع البسط، 4 و1 يديني 5، 2 و2 يديني 4، بقت 45 على 56، يبقى كده مجموع الكسرين اكبر من النص او اكبر من النص. شوف السؤال اللي بعده، اوافق او لا اوافق؟ اذا يقول خالد ان مجموع الكسرين اعتيادي 1 على 12 وربع هو 4 على 12، تعال نشوف، هوحد المقام هاخد الواحد على 12 دي جاهزة، هوصل بالاربعة لحد الاتناشر هضرب فيه 3، ادي كده بقت 12، ضربت في 3 تحت اضرب في 3 في البسط، اخد منهم 12 واحدة وباخد البسط اجمعه، 1 و3 يديني 4، بقت 4 على ال12، يبقى اعمل اوافقه واللي غير وافق لا وافق، لان انا جمعتهم ادتني نفس الرقم كده. الحمد لله احنا خلصنا الدرس، ان شاء الله الفيديو القادم هناخد الاختبارين على الدرس المفهوم الاول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.